كيف كان شعورك بعد تسجيلك لهدف رائع بطريقة مميزة بطبيعة الحال؟ هي الحقيقة أخوي إبراهيم، يا عندما تكون انطلاقة جيدة، هذا هو اللاعب وش يتمنى. الحمد لله الهدف جاء في الوقت، كانت بداية مبشرة، إن شاء الله نكمل نخدم ونحقق إبداعي إن شاء الله أخوي إبراهيم. أول هدف مع ناديك الجديد النادي المصري بعد انطلاقة ربما شاهدناها في العديد من المناسبات في الكثير من المباريات لعبد الرحيم دغموم هنا في الدوري الجزائري. بكل صراحة عبد الرحيم، ما هو الفرق بين الدوري الجزائري والدوري المصري؟ دعنا نتطرق بالتحديد إلى الناحية الفنية، يعني بماذا يتميز اللاعب الجزائري فنيا لكي يتألق في الدوري المصري؟ هي الفرق بين البطولة الجزائرية والبطولة المصرية، هي الفرق عندها لمواية، هما عندهم هنا لمواية، الفرق الجزائرية قليلة الإمكانيات، هي اللاعب الجزائري لاعب مهاري معروف، هما هنا قليل اللاعبين المهاريين، والبطولة المصرية أقوى من البطولة الجزائرية من جهة القوة البدنية والجهد جانب المهارات، فإن اللاعب الجزائري لديه مهارات كثيرة، ولو كان يطلبوا له يتوفروا له الإمكانيات ينجح في البطولة المصرية.